عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مش نعملوا بريك المهدية، ساهل برشا بريك المهدية، مش نوريكم شنو نستحقوا. هنا عندي لنا 300 غرام سميد متوسط، وهنا عندي 150 غرام فارينة. مش ناخذوا 3 مغارف زيت زيتونة، مش ناخذوا شوية خميرة فري، ومش ناخذوا شوية ملح وماء دافي. هذايا شنو نستحقوا للروسيت نتاع البارت نتاع بريك المهدية. نبدو على بركة الله. هذه الباتة نتاعي حضرت، لازمها تكون شادة روحها بالكدا، ما تكونش طرية برشا، لا هي طرية لا هي يابسة. شوفوها كيفاه، كي تبدا معروكة بالباهي تجيكم باهية. توا باش نعملو، باش نخليها انا بالنسبة ليا باش نخليها ترتاح ساعة، قد ما تخلوها ترتاح هي قد ما تجيكم بالكدا البات وتجيبلكم بالباهي. توا باش نخليها ترتاح ومن بعد نرجعو باش نكملو بقية المراحل مع بعضنا. توا كرجعنا نخليناها ارتاحت سويعة زمان، شوفو كيفاه. هنا عندي طبق، هنا عندي زيت زيتونة، تبيع كعبرناهم لهنا حاطينهم على جنب. نستحقوا البريك المهدية، عندي عظام ربي، عندي هريسة، وعندي طن، وعندي لنا معدنوس وبصل. نجموا تحطوا جبن، لكم الاختيار، زيتون كما تحبوا نتوما. بالنسبة لي انا راهو صغار يحبوها بالطريقة هذه، هذاك عليه باش نعملها كيف هكا. نبدو على بركة الله بالطبيعة ديما بزيت زيتونة. حطيت المقلة لهنا كينا تسخن، اول حاجه باش نحط الهريسه، صغار يحبوها بالهريسه. ديما تسكروها في الأطراف.
أخي في الله ما أقوى، رباط الدين والتقوى، ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى. أخي في الله ما أقوى، رباط الدين والتقوى، ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى. تذكر يا أخي أن على الفقدان لا نقوى، تذكر يا أخي أن على الفقدان لا نقوى، فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوى، فزرنا دائما زرنا ولا تنسانا في الدعوى. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقي لنا القربى. لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا، لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا، وإن بعدت مفادتنا فقلبك زادني قربا، وإن بعدت مفادتنا فقلبك زادني قربا. فهيا نرفع القرآن نسقي أمة جدبا، فهيا نرفع القرآن نسقي أمة جدبا. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا. توا كملنا بريك المهدية، شوفوا كيف جاي، طيبوهم مليح، يجوكم اثنين وشي كبير. شوفوا تعبيت جوبهين، هذوما انا عملتهم عشاء، هكا عشاء خفيف، مش قلت لكم واحدة في الفيديو شوفوها، شوفوا كيفاه جات، ياسر بنينة، نمدكم ولا نشهيكم، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت رضاكم. هذايا الروسيت نتاعنا اليوم كانت بريك المهدية، نقولكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.